السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عبد الله الحسن اي كي اي بيكلز من موقع اكسترا جيمنج، ومعانا احمد نشيد من اكرم القادر رزق موقع نزرز جن. لا اليوم انا احمد نشيط بس استوشن. انا نسيت ان عندك نك. اي تعال تعال. ليش ما ادري ليش حاط النهايه. انا هنا عشان السوشيال ميديا والكوميونتي مانجر حق الايفنت كامل. ما شاء الله زين. حاشنا عن الايفنت كشكل عام، شنو دورك بالايفنت؟ شنو السكشنز الموجودين وكذا؟ ثلاث سنوات اللي اشتغل على الموضوع ما شاء الله. فكل سنه يكبر الايفنت، يعني بدينا من المارينا. اول سنه كان عندنا 15000 ل 20000 اللي دخلوا ما شاء الله، بعدين صار عندنا 30000 السنه اللي عقبها. المكان ما يتحمل. ضلينا اذا تتذكر كان طابقين، فالطابق الثاني ما كنا نقدر ندخل ناس فيه صح. فصار في طابور والطابور وصل لبرا وصارت عندنا زحمه، فتعلمنا من الموضوع قلنا نحتاج مكان اوسع، طابق واحد كبير البراحه برا عندنا، بس خلينا نقول اذا تطلع برا عشان تشوف الستيج وكل هاي الاشياء، الستيج بكبره وهاي المنطقه كاملها قد كومي كون السنه اللي طافت بس يعني هاي المعرض خمس مرات اكبر من الكومي كون السنه اللي طافت واللي قبلها. خمس مرات اكبر. وتوقع ان هو اليوم في اي بي اونلي، اليوم في اي بي فباكر اي فباكر هل راح اوه اليوم كملنا كل التذاكر اللي عندنا والحمد لله. فبكره متوقع ان خايف من الموضوع. لا مو خايف، بس يعني بيكون شيء حلو ان نشوف هالناس يكونوا موجودين، يعني الكوست بلايرز الاشياء. اليوم شفنا اللي جايين في اي بي اللي مشترين تذاكر، شفنا طلاب المدارس الجامعات للساعه 4، بعد من الساعه 4 وعقبها شفنا الفي اي بي، والفي اي بي خلينا نقول سيطروا على المكان. أي. صراحه احنا الحين باخر المعرض عشان كذي ما قاعد تشوفون. كمل المعرض أحد. كمل المعرض من نص ساعه. سكر من قبل نص ساعه، من 51 دقيقه. فزين عطنا على سريع السكشنز اللي موجودين، شنو فيه، شنو قاعد تقدمون حق الجمهور. عندنا اول شيء عندنا هني ذا كولكتبل، تبي تشتري اشياء، عندنا ايرون مان. يصير اشتري سوت؟ يصير تشتري سوت اف عليك. اي سيت كامل؟ لا السيت كامل ما يجيب. لازم اتكلم توني ستارك. توني ستارك هو عادي يعطيك اكبر شنو بالفيلم اكبر سفاح وقتال قتله. يعني اقدر اعطيك وياه واسطه. حلو. تقدر تشتري من عندنا، تقدر تشتري الافنجر اللي برا، تقدر تشتري سبايدر مان اللي برا، بعد في عندنا سبايدر مان ثاني داخل، فاذا تبي تشتري اي واحد منهم عادي. يعني فايش شيء اشوفه هنا اقدر اشتري؟ كل شيء تقدر. لا مو كل شيء تشوفه. مو كل شيء. لا 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 تشوف لي اشتراني يعني شو السالفه. بس حسابه. عندنا هني محل علشان تشتري العاب تيشرتات وفيديو جيمز، يعني عندنا محلات تشتري منها كولكتبل اكشن فيجر، في اكشن فيجر ليميتد اديشن يعني مو موجودين في اي مكان في العالم، بس حق كومي كون، بس حق دبي كومي كون، بس حق دبي كومي كون. عندنا ارتست اللي رسموا خلينا نقول حق ستان لي، رسموا وياه على سبايدر مان، رسموا شخصيات من مارفل موجودين عندنا. عندنا ناس فنانين من دبي نفسهم اتربوا في دبي وكبروا في دبي وحين يعرضون شغلهم هنا عندنا. يعرضون شغلهم. حاشني عن، لان احنا موقع جيمنج، حاشني عن سكشن جيمنج، عور قلبي. اوكي بارلي جيمنج عندنا هني، بارلي جيمنج حابين يوسعون من شغلهم ويطلعون من الامارات يروحون لكل الخليج. فعندهم اول شيء بطوله كول اوف ديوتي، اذا غلبتوا الفريق اللي تاهل لنهائيات كاس خلينا نقول العالم، كاس العالم فيفا قلبنا للنهائيات في امريكا في لوس انجلوس، راح اذا غلبتونهم راح تحصلون على اكس بوكس 1 لكل واحد من الكلاب. كم؟ خمسه؟ اربعه. ندبر اربعه، ندبر اربعه. اوكي خلاص. أنت صار. وعندنا بطوله دوتا، عندنا قلبي تيم الاينس، اخ فاز ببطوله العالم. بعد عندنا ثلاثه يوتيوبرز من اشهر اليوتيوبرز في فيفا، عندنا سام 6 تايم، حلو، عندنا بدر مستر فيفا اس اي نايس، وعندنا من ليبيا عندنا سفيان. يعني هم مو بس الخليجيين جايبينهم، حتى من عالميا يعني جايبين شخصيات ما شاء الله عليكم. وعندنا اكثر خلينا نقول اشهر كوست بلايرز في العالم، عندنا مصاب خلينا نقول كاتب مجله الكوست بلاي في اليابان، وعندنا نسيت الاسماء. عندنا ماكو مشكله، ماكو مشكله. اوكي
عندنا يايا هام من اشهر كوسبلايرز في العالم. حلو. يعني السنه اللي طافت كان عندنا الاخواتين خلينا نقول الوديا والناس يبون الوديا لان حبوا الوديا بس شخصيتها مرحبا. بس فكرنا ان نجيب شخص جديد يعني هني، فيمكن السنه الجايه جيسيكا نيجري ميبي ميبي جيسيكا. انا اول واحد اكون موجود. انت اول واحد برايفت انترفيو بيني وبينها ماكو كاميرا. انا توي اسوي هاي الانترفيو توي وعلي. اوكي الحين خلاص بسكرون حتى الليتات وبيطردونا من المكان. زين وبرا عندنا الستيج برا لازم نروح نشوف برا. بكره عندنا كوسبلاي كومبيتيشن. عندنا اشياء واجد بكره. اخر سؤال امر مو فكر بيكون اكبر لا مو فكر تسوي شيء بالكويت؟ بارلي جيمنج بيسوون بطوله في الكويت. بارلي جيمنج بيسوون بطوله بالكويت. فاتمنى لو تقدر تكلمهم. راح يتكلم نكلمهم ان شاء الله. نكلمهم يعني ان شاء الله. هم قاعدين يبون يتوسعون يطلعون من برا دبي يروحون لكل الخليج. ف هم نفسهم اللي راحوا حق جيب شوروم وسووا بطوله كول اوف ديوتي صغيره هناك. حلو. فحابين يسوون اشياء في الكويت ان شاء الله. ان شاء الله يعني نكون في الكويت ونسوي شيء ان شاء الله. يعني ان شاء الله يكون شرف لنا والله حبيبي والله. يعطيك العافيه. شرف الكويت. يعطيك العافيه والله حبيبي. وهذا كان باختصار كوم كون. هاي باختصار كوم كون. هاي كامل. راح صوتي يعني. خلاص يعطيكم العافيه. نشوفكم بسكشنات ثانيه.